إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. كيف ما كتشوفوا معنا حملة ديال تحرير الملك العمومي حاليا، يعني واحد كسر الزجاج ديال الشاحنة، يعني ديال الشاحنة، يعني ها هو كيف كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام، يعني كسر الزاج ديال الشاحنة ديال الجماعة كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر. شوفوا هذا المشكل، هذا يعني حملة ديال تحرير الملك العمومي، فإذا به واحد كيجي يعني كيهرس الزاج هنا، يعني كيهرس الزاج هنايا ديال كيهرس الزاج ديال الجماعة ديال الشاحنة ديال الجماعة كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. ف لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الشيء اللي كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة السطات. اسمح لي، فكما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، هذه هي الآلة اللي كان هاز هرس بها. اول اول كما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة السطات، فهذه هي الآلة، يعني هذه الآلة هي يلا كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة السطات. فهذه فوضى كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي، فكما كتشوفوا معنا هذه الحاله كارثيه مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه السطات. فهي حمله تحرير الملك العمومي، فاذا به يعني واحد كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه السطات، فيعني كسر الزجاج ديال الشاحنه اللي كتحمل يعني التحرير ديال الملك العمومي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر كما كتشوفوا معنا. فهرس الزجاج بواحد الاله، يعني هي عباره عن اداه يعني ديال الجولف، يعني اللي كيلعبوا بها الجولف كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. فهاد اللحظات مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي يتم يعني السلطات المحليه تشن يعني حمله لتحرير الملك العمومي هنا مدينه السطات. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه السطات. فيعني يعني الحملة ما يعني بالسلطات المحلية على رأسها سيد باشا المدينة كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام فيعني كيف ما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر فيتم يعني تحرير الملك العمومي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه السطات. يرغب
فكما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه سطات. عندك 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 لا لا كما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة سطات. يعني الحملة شوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي يتم يعني تحرير الملك العمومي بعد منتصف الليل هنا بمدينة سطات. كما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه سطات. يعني حمله مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة سطات. مشاهدي كرام يعني بارطاجيو هذا اللايف مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. يقوم الآن السلطات المحلية يعني بتحرير الملك العمومي هنا بمدينة سطات يعني بعد منتصف الليل مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. كما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي على البث المباشر من مدينة سطات. رشيد رشيد ايه هذا وليدي هذا وليدي دي معك واحد يسير تما كما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه سطات. كما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة سطات. يعني السلطات المحلية تقوم يعني بتحرير الملك العمومي هنا.
برامل حاليا يعني كانوا في في الملك العمومي كيهزوا فيهم دابا السلطات المحلية. المحلية مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الشرطي المباشر من مدينة قسطاط. رجع عندك عندك كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في السلطات المحلية تشن يعني حملة يعني الملك العمومي يعني تحرير الملك العمومي مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة قسطاط. يعني تحرير الملك العمومي الآن يعني الآن كيواصلوا يعني تحرير الملك العمومي هنا. احنا حاليا كنتواجدوا بالسوق الشعبي شطيبة كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة قسطاط. هيثم حبسي لايك حبسي كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في مازال السلطات المحلية مستمرين يعني في تحرير الملك العمومي هنا بمدينة قسطاط. من بعد منتصف الليل هنا بمدينة قسطاط. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة قسطاط. ف مازال مستمرين في تحرير الملك العمومي. عندك جلب شوف مشي صغير وراسك في المكان يخوت تما صغيره هي راهي عرفت شي غير جلب اوكي
يعني بعد منتصف الليل يقوم السلطات المحلية يعني حملة تحرير الملك العمومي هنا بجل أحياء والشوارع ديال مدينة السطات. مشاهدين كرام مشاهدي قناة الشرطة تيفي على هذا البث المباشر كيفما كتشوفوا معنا من مدينة السطات. كما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة السطات، يعني السلطات المحلية والسلطات يعني العمومية يعني كيقوموا الآن بتحرير الملك العمومي. قناة شوف تيفي هذا البث المباشر من مدينة السطات.
الآن كيقوموا بتحرير ملك العمومي، الملك العمومي للشركة وشركة الشركة. كما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام، مشاهدي قناة شوف تي في، على هذا البث المباشر من مدينة سطات. يعني مازال السلطات المحلية كيقوموا بتحرير الملك العمومي في هذا الأثناء، يعني بعد منتصف الليل. مشاهدين كرام، مشاهدي قناة شوف تي في، راك خدام. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، على هذا البث المباشر من مدينة سطات.
السلطات المحليه كتقوم يعني بتحرير الملك العمومي هنا بالمدينه. كيفما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شو تي في، السلطات المحلية كتقوم الآن يعني بتحرير الملك العمومي هنا بمدينة 16. يعني التشن قوموا الان يعني بتحرير الملك يعني هذا ملك عمومي، فكيقوموا الان السلطات المحليه بالتحرير ديالو باش يلقاو المواطنين منين يدوزو منين يعني ما تبقاش يعني لا 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 لا. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في، نشكركم على حسن متابعتكم وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله.